يواصل الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه على أنحاء قطاع غزة لليوم 92 بعد 200 على التوالي، بالتزامن مع استمرار جريمة الإبادة الجماعية والمجازر بحق المدنيين والنازحين. قوات الاحتلال نسفت مربعات سكنية ومباني في بلدة القرارة شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة، وذلك تزامنا مع قصف مدفعي استهدف القرارة. وشنت طائرات الاحتلال غارات شمال مدينة رفح الفلسطينية بجنوب القطاع ومخيم البريج ومحيط النصيرات بوسط القطاع، فضلا عن استهداف منازل في مناطق بشمال القطاع أبرزها جباليا ومدينة غزة. هذا وقد أكدت السلطات الصحية في غزة أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر خلال 24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 55 شهيدا و110 مصابين، مشيرة إلى ارتفاع عدد ضحايا هذا العدوان إلى 39,145 شهيدا و90,257 مصابين.